يعرفوا يعني يعني ولده وين وهو وين وخدمته وين. 27 تلميذ نجحوا من السنة السادسة النواة الأولى للمدرسة التونسية بطرابلس، هم اللي نجحوا من السنة السادسة أقل معدل أختي 13. قراوهم يعني توانسة ومنهج مناهج مدرسية تونسية وتحت شرف وزارة التربية. تونسية مدرسة تونسية أصلا فرع كما مدرسة في تونس العاصمة في كذا، مدرسة تونسية في طرابلس. واضح. منهج تونسي، أسادة معلمين توانسة، مدير تونسي، قيم تونسي، أمورهم يعني تونس 100%. نجحوا النواة الأولى بعد فترة انقطاع دامت من 2014 رجعت عملناهم، فرحنا استبشرنا بكل خير اللي المدرسة نجحت. ما ننساش الذكر السفارة التونسية والقنصلية اللي ساهموا باش رجعت المدرسة. اليوم نلقى مصيرنا و27 تلميذ نتاعنا ما نعرفوش مصيرهم وين. علاش؟ بعد ما حتى الدوله الليبيه قالت لك انا ما نقبلهمش لان سحبوا من نفقاتهم. والاعدادي في تونس مازال كل مره شويه 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 شويه. معناها هما وعدوكم باش يعملوا لكم مدرسه اعداديه غادي معناتها بعد المدرسه. المدرسه الاعداديه هذه ما تعملتش. اي قالوا لنا هذا هما النواة الاولى اللي باش تعدى هي المدرسه الاعداديه. باش نبنيو بهم المدرسه، ناسسوا بهم المدرسه الاعداديه. وخير من بعد هيك ما نلقاو ما فماش لليوم. انا ما نعرفش، انا ولدي لليوم يبكي. شوف انا في تونس اليوم هبطت نجري يعني نشوف ما بين الوزارات، توا عندي 15 يوم وانا نجري ما بين الوزارات وما بين ندور ومطالب وشكايه واحد، ويشوف في بنات عماته ويشوف في بنات خالاته مقيدين وراجعين يقراوا، وهو قال لي بابا انا مش نقرا. يعني انت تخيل الوضعيه. شنو قالوا لك وزاره التربيه كي مشيت؟ شنو قالوا لكم ولا ما عطاوكمش توضيح؟ الكلام ما عمومي عمومي، لا يقرا اولادنا ما نسلموش فيهم. ايوه. ومن بعد جاء النهار المعود، هو احنا تواصلنا مع وزاره التربيه وهي العالم بهذا الموضوع، قالوا لنا باش نرجعوا لكم رد رسمي اوفيسيال قريبا، معناتها مستناه. واحنا غدوه نعاودوا نتصلوا بوزاره التربيه لانه السنه الدراسيه نهار اثنين صغيرات يبداوا يقراوا، معناتها مش يعرفوا رواحهم شنو المصير نتاعهم. وانتم كاولياء زاده باش تعرفوا هل انكم باش ترجعوا ليبيا ولا باش ترسموا صغاركم تروحوا لتونس، شنو باش تعملوا بالضبط معناتها؟ اختي سامحني، لو كان نحن باش نرجعوا لتونس والامور سهله كيف هكا ما نخرجوا ليبيا نحن. انا واحد من الناس، انا 12 سنه في ليبيا، انا كي نجي ساعات نضيع في الطريق خلي كيفاش نلقى قوتي جاني الرادي. عندنا عائلات كيف كيف نفس الشيء، كيفاش باش يقعدوا مشتتين؟ فما شكون اللي عنده امه حتى كيف جاء باش يهبط ولده؟ المندوبيه تقول له ما نصححلكش على النقله، والمدير يقول له ما نصححلكش على النقله. تخيل انت الوضعيه اللي وصلنا لها نحن، تخيل الوضعيه هذه اللي وصلنا لها، اللي سوء تنسيق ما نعرفش نتمنى نتهم حتى حد، لكن انا ما حاجتي بحتى كثير، ما حاجتش انا حاجتي ولدي يقرا كل الناس. احنا علاش متغربين؟ متغربين على صغارنا. لا لا، نضمن لهم مستقبل. الاولياء اللي يسمعوا فينا واللي كذا واللي توا مع اللي يسمعوا على الانترنت وعلى الواحد فرحانين يستناو في فرحه، يقول لك لعل عن طريق الصحافه توصل لنا يوصل صوتنا وتجينا فرقه. مع العلم يعني الاقسام موجوده. يعني الاقسام موجوده، المدرسه يعني خطر المدرسه هي على اساس كراوها، هي في البدايه لما اجروا الكراو للمدرسه كراوها كبيره باش تقبل اعدادي ابتدائي واعدادي. مش تواصلوا فيها معناتها ما توليش مشكله يعني موجود بعد. موجود ساعات سفير ما قصرش الحق في هذه، وسيد قنصل العام فهمني ولا والمجتمع المدني والاولياء اللي يدهن واللي والله سيدي فما المراقب المالي ولا ما نعرفش اللي في المدرسه غادي يدهن في الاقسام بدي بيعطينا تنجح الناس الكل في رمزي سيد المدير ساعات سفير كلها جهود فرحانين كنا فرحانين. جينا اليوم الوزارات قلنا لنا من السنه الفارطه يعني عندنا وعد السنه هذه ما فماش. واضح. على كل احنا نستناو رد من وزاره التربيه، ودوك يكون عندنا الرد نعطيه لكم ان شاء الله في المباشر ونتواصلوا معاكم ونبشروكم ان شاء الله. وان شاء الله الصغيرات يكونوا في ظروف طيبه ويقراوا والمستقبل نتاعهم يكون مضمون، وما نتصورش معناتها ان وزاره التربيه ولا الدوله التونسيه باش تخلى اليوم على وليداتها اللي قراوا ست سنوات في مدرسه تونسيه. نستناو رد وزاره التربيه ونرجعوا لكم كاولياء ونطمنوكم في هذا الموضوع.